ليش المضامير ما حد يهتم بيها؟ يقصد يعني مضامير الركض؟ مضامير الركض يعني يقولون يعني مثل انه الحكام يحتاجون لمضمار، الساحه والميدان تحتاج لمضمار، كثير من الامور المضمار يساعد. ليش يعني مثل ممكن ملعب الشعب مضماره متعبئ، الساحه والميدان مضمارها، بقيه الانديه ما تهتم للمضمار؟ لا بالعكس، هي مهتمه، بس تعرف مو احنا هم نرجع للكلف السيولة. بس هذا شيء مهم، المضمار مهم. شلون تجيبه؟ انت ما عندك تخصيص لحد الان على انشاء منشأ، ما عندك تخطيط، مدى تعطيك موافقات انه تنشئ. ده تشتغل على نظام التنفيذ المباشر، الضوابط الموجوده بتنفيذ المباشر، الكشف ما يعبر ال 250 مليون. انت اليوم تجي ملعب الشعب، ملعب الشعب بس مساحه المضمار بيه بحدود 11500 متر مربع، مستحيل تغطي ال 250. يعني توجه وزاره الشباب، يعني قبل فتره معالي وزير الشباب كابتن عدنان وجه الهندسيه باجراء كشوفات على جميع المضامير، لان بغداد ما بيها مضمار يتمرنون عليه الساحه والميدان، بطوله ما عندهم حكام وغيرها. استاذ حسن، عندك حكام، عندك الابطال، ما ساحه ميدان، انت غير تركضه على، لان هذا تختلف عند الارضيه، من ده يطلع يشارك برا، ده يركض على قاع مثل ده يركض على كونكريت تبعك كصلابه، ده يروح هناك، ده تختلف عند الامور، فهي هم تاثر على مثل اللي يتمرن على ثيل صناعي ويقيم بطوله على الثيل الطبيعي. القصد وجه المعالي الوزير اصطدموا بالمبالغ مالتها ما تتوفر، هاي المشكله مالتها. الا وزاره الشباب عندها رؤيه، يعني الدائره الهندسيه حتى المضمار مال جادريه مال كليه التربيه الرياضيه تريد تعيد تاهيله، يعني دا تحاول باقصى جهد، ومع انه تابع هو لوزاره التعليم العالي ما تابع لوزاره الشباب، تريد توفر بس سيوله ما عندها، من توفر؟ هاي مشكله المضامير، قله وشحه المضامير بالعراق موجوده.